ولكن كالعادة خلونا الأول نبتدي مع بعض بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها الاجتماع اللي عقده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، خاصة مشروعات إنشاء وتطوير شبكة الطرق وإقامة مناطق تنموية صناعية زراعية متكاملة. يمكن كمان على يعني صعيد بقى الاخبار اللي حصلت في مجلس الوزراء امبارح، الدكتور مصطفى مدبولي دوله رئيس مجلس الوزراء استعرض الجهود الوطنيه في مجال مكافحه الهجره غير الشرعيه والاتجار بالبشر. كمان تابع عدد من مشروعات وزاره البترول والثروه المعدنيه. خلونا نعرف تفاصيل اكثر لهذه الاجتماعات وما حدث بالامس من اخبار من خلال هذا التقرير. انا كرسي في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات، خاصة ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لإقامة مناطق تنموية صناعية وزراعية متكاملة. وجه سيادته بالالتزام بالجداول الزمنية. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال عام 2022. خلال الاجتماع أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية استكمال البناء التشريعي الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إصدار قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم عمل صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عدد من مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه في العديد من المشروعات الحيوية ذات القيمة المضافة المرتفعة اللي بينفذها قطاع البترول في صناعة البتروكيماويات بهدف توفير المنتجات والخامات اللازمة لاستخدامات السوق المحلية وإحلال الواردات من هذه المنتجات لخدمة الاقتصاد الوطني. امبارح أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة بتركز على ملف تهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مطلقاً، وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم بكل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية باعتباره حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.